وصلنا على جزيرة بلاوان على مطار ومنطقة بورتو برنسيسا، وهلا قاعدين عم نسوق على منطقة اسمها النيدو. هاي المنطقة مشهورة جدا بشواطئها وبالجزر اللي موجودة حواليها، قديش نظيفة وقديش الرمل تبعها لونه أبيض، وحتى المي كريستال كلير، قديش يعني بتكون صافية زي الكريستال. ورح نقعد نعمل هلا فترة استرخاء، رح نقعد نستكشف هاي الشواطئ والجزر، ونعمل واحدة من الفعاليات اللي بسموها ايلاند هوبينج، يعني رح نصير نقعد نطلع بقوارب ونطنط بين الجزر والشواطئ نستكشفها. خليكم معنا. هلا احنا وصلنا على الميناء بالنيدو عشان نطلع ناخذ التور الاول اللي هو اسمه تور A، بدنا نطلع نلفلف نشوف الجزر والشواطئ. طبعا الطقس زي النار، خلينا نشوف هلا كيف حيكون الجو. وهلا احنا عم نتحرك بالقارب عشان نعمل التور A بالنيدو، وراح نوقف على اكثر من جزيره وعلى اكثر من مكان، فخلينا نشوف هاي الاماكن اللي بيحكوا عنها قديش مشهوره، وهذا التور اللي بيحكوا عنه كثير رهيب. شو رايكم بهالجزيره؟ والله ما جاي على بالي اروح، بتجنن والله، اطعم من الجنه. بدكم تشربوا شيء؟ How much؟ ما بدي احكي لكم قديش المي صافيه، حتى بتقدر تشوف كل شيء من فوق من القارب من غير ما تغوص تحت. بيعطوك الخيار يا اما انك تاخذ القناع والماسك وتنزل تعمل سنوركلينج وتسبح لحالك، او انك تطلع بواحد من هدول الكايكس، بس الكايكس حلوين لما يكون معك حدا بهدول الزوارق الصغار. انا اخذت الماسك ونزلت، طبعا بخلوك بيحكوا لك دائما انتبه عشان في كثير شعب مرجانيه وصخور تحت على اساس انك ما تنجرح وما تاذي حالك. وهلا راح نروح نستكشف كمان جزر ثانيه وفي اللاجونه الثانيه اللي اكبر من هاي، ونروح نشوف الشواطئ الثانيه المخفيه هون. هلا وصلنا على وقفتنا الثانية على البيج لاجون، وما رح ننزل نسبح في هاي اللاجون، ولكن رح نمر بالقارب عشان ناخذ صور. كل الناس اللي معاي بالقارب صاروا يطلبوا مني اصورهم بالكاميرا تبعتي عشان شافوا الكواليتي تبعت الصور اللي انا عم بطلعها كثير حلوة. وهيك انا دائما بعمل اصحاب بصورهم وببعث لهم صورهم وبضلني عايز اتصل معهم. ومنها كمان بتدرب على هواية التصوير اللي أنا بحب أعملها وبسافر عشانها. Thank you.
وهلا احنا بمنطقه السيكريت لاجون قاعدين عم نصور هون. اصل كلمه النيدو هي معناها بالاسباني عش العصفور، واجت التسميه من انه هون بالسيكريت لاجون يكون في هذا البيت تبع اللي هو البوشادور، هو الشخص اللي بيدير باله على عش الطير اللي موجود فوق، ومن هون اجت التسميه. هاي المغارة اللي هي فيها العصافير. بنهاية التور ما بكمل اليوم تبعكم إذا ما رحتوا حضرتوا غروب الشمس وتعشيتوا على شاطئ لاس كابانس. في أحلى من هيك؟ وإذا عجبتكم هاي الحلقة ما تنسوا تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب. بنشوفكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.